صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطف كي يروي الأولى فوق القناة رفعت مصاحفها اتقاء منون. جعلت رؤوس بني النبي مكانها وبنت على تأسيس كل خؤون. الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنيني، والقاطعين أراكة كيما تكن في ظل أوراق لها وغصون، والداخلين على البتولة بيتها أي، والمسقطين لها أعز. هذه الونوية صاحب الزمان ترى هالليلة. أي والمسقطين لها أعز جنين، والقائدين إمامهم بنجاده والطهر تدعو خلفه برنين. خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء راسي وأشكو للإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني،
ورنت إلى القبر الشريف بمقلة عبراء وقلب مكمد محزون. نادت وأظفار المصاب بقلبها، أبتاه قل على العداد معيني، دنهض يا ابو ابراهيم قوم من القبر شوف، خانت الأم عهودها ونكرت المعروف، شلون سيدتي سووا لك؟ أنا بالصوت ضرباني وعلي قادوه مكتوف، سلمت لله صابرة والصبر كم دوب أنا اتصبر وقلبي كله جروح، الثاكل بيا ملة يمنعوها من النوح. يا ياب كل يوم اخذ السبطين ونروح بين القبور اقعيد ونرجع وقت الغروب. شلون صورة يا ظلالي الضافي العدى قطعة وظلالي، أقعد بحر الشمس من حولي أطفالي، وارجع وعايم من برك يا خالي، إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج سيدنا ومولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. الثالثة لا بأس بها. مر الحديث في خصوص هذه الآية، وذكرنا البارحة النجاح الذي حققه النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نشهد ونرى اليوم مشروع النبي قائم أمامنا. ما قاعد نتكلم يعني لا نتحدث عن شيء خيالي، لا، مشروع النبي اللي ابتدأ بأسرة أهل البيت الذين نسميهم أهل البيت هو البيت النبوي. هذا البيت نجح وقام على قدميه. لما احنا نقول أهل البيت عليهم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ونقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما نقصد في البيت اللي هو حجارة وإسمنت وكذا، لا، نقصد أسرة نبوية قامت العلاقة فيها على المودة وعلى الرحمة، كانت متراصة علاقتهم مع بعض، كانت علاقة قوية وكانوا على قلب واحد. نتعلم من أهل البيت عليهم السلام معنى الحالة الأسرية، الروح الأسرية. شايف يعبر اليوم يقولون روح وطنية وروح رياضية، هناك روح أسرية. ما هو المقصود بالروح
الأسرية لما يجتمعون جماعة على نية واحدة، شوف احسبها، على نية واحدة وقصد واحد وهدف واحد، يجمعهم ثلاث أمور. الله سبحانه وتعالى ينظر إليهم نظرة خاصة. ترى هذا أنا قاعد أتكلم عن سر عظيم في نجاح حتى الدعاء. الله سبحانه وتعالى يقول أنه في الروايات أنه إذا اجتمع المؤمنون 40 مؤمن يدعو، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائهم إذا كانوا، أنا أضيف، إذا جمعهم هدف واحد ورغبة واحدة. إذا استطاع الإنسان حتى أنت وصديقك، إذا كانت صداقتك لله وجمعكما هدف ونية وقصد واحد، الدعاء مالكم يحطم الصخر. زين، أهل البيت عليهم السلام هذا جرى عندهم، اجتمعوا على نية وهدف وقصد واحد، هذا تعليم لنا. الله سبحانه وتعالى علمنا كيف تكون العبادة جماعية. شوف احنا الآن قاعدين في مجلس الزهراء عليها السلام، شنو خصوصية المجلس؟ يقدر واحد يقعد ببيته ويتابع مثلا عن طريق اليوتيوب غيره يشوف المجلس، زين؟ يقدر واحد يتابع الفضائية في أصلا، يقدر يقرب روح الزيارة ويبكي. أكو قيمة للعبادة إذا صارت اجتماعية، أكو قيمة للجهد إذا كان اجتماعي. الله ينظر إليه بشكل آخر. صلاة الجماعة ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى مجتمعة، مرة واحدة ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى. حتى الخلل اللي مو مثلا بالأركان، خلينا نقول زين، الله سبحانه وتعالى بعد يغض الطرف عنه، تقبل واحدة. يعلمنا القرآن الكريم إن شلون يلتفت الله سبحانه وتعالى والقرآن إلى اللفتات النفسية الدقيقة في حياة أهل البيت لما يعملون عمل اجتماعي كأسرة. يقول حافظين الآية، ويطعمون طعام على حبه شنو؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. القصة ما راح أقولها لأن أنتم تعرفونها، ما يحتاج. زين، إذن إحنا عندنا ثلاث مراحل، أكو إطعام ويطعمون الطعام، عندهم كرم عندهم عطاء، مجتمعين هم على، بعدين شنو؟ الله سبحانه وتعالى يبين نقطتين إضافيتين على الإطعام. شنو؟ إنما نطعمكم، لاحظ الفعل جمع، إنما نطعمكم لوجه الله، مو النبي يطعمهم لوجه الله ولا فاطمة وحدها، لا كلهم الخمسة الطاهرون يطعمون لوجه الله. إنما نطعمكم، شوف القرآن ما أدري ملتفت إلى هالقضية، القرآن قاعد يحكي عما في أنفسهم، يمكن هم ما قالوا ولكن لسان حالهم يقول إنما نطعمكم لوجه الله. الدليل على أن لوجه الله النقطة الثالثة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ترى أكو كرماء بالعرب بس ما في مثل أهل البيت عليهم السلام، ما في مثل آل محمد، اللهم صل على، لأن أنت مهما كنت كريم إذا واحد أعطيته شيء محتاج وقال لك كلمة ما تسرك ما راح ترضى. زين، تقول في نفسك هم عطيته وهم قل أدبه. لكن أهل البيت عليهم السلام، والعطاء مو فقط مادي، أهل البيت طوقوا العالم بالإحسان كله من جميع النواحي، أموال وغير أموال، ولسان حالهم إنما نطعمكم شنو؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه العائلة، عائلة أهل البيت عليهم السلام، الأسرة قامت على المودة أيها الأحبة والرحمة فيما بينها، كانت متراصة. زين، بيت علي وفاطمة سلام الله عليهما
إذا أردنا أن ننظر له نخليه تحت الضوء وهو مضيء منير، ما يحتاج إحنا نخليه تحت الضوء، لكن ملاحظات أنه ما هي الأركان. البارحة إحنا تكلمنا قسمنا الكلام إلى ثلاثة أقسام، زين؟ القسم الأول قلنا أنه أركان الحياة الزوجية قبل الزواج، تتذكرون تكلمنا بها، هذا الحكي جدا مهم للشباب. القسم الثاني أركان الحياة الزوجية بعد الزواج. القسم الثالث أركان الحياة الزوجية بعد الأولاد. الحين احنا نتكلم بالقسم الثاني، تكلمنا بالقسم الأول، ما أدعي إن شبعناه يعني بالكلام أشبعناه، لا، ما يقتضي الوقت هالدقائق البسيطة، زين، حتى تثبت العلاقة الزوجية. الآن احنا توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى وسوينا ما ينبغي من تعيين الأهداف وتوخي البركة من الله سبحانه وتعالى، تزوج. شنو يحتاج الإنسان؟ يحتاج إلى ثلاثة أمور مهمة. الأول معرفة الحقوق بين الطرفين. الحين أنت تزوجت، يجب أن الإنسان يعرف، المتزوج المؤمن يعرف والمؤمنة تعرف ما له وما عليه، وهي تعرف ما لها وما عليها، شنو يجب عليها، زين؟ مثل تماما الإنسان لما يريد يقود سيارة يدخل لابد دورة، لابد يتعلم، لابد يعني قواعد، هاي العلامات شنو مدلولها، بعدين يروح اختبار صحيح أو لا، بعدين يحطون رخصة. احنا في قضايا الزواج ترى الموضوع يحتاج إلى هذا وأكثر، والدليل على هذا أن الزواجات الزيجات ما قاعد تستقيم. ليش؟ لأن تفقد هالأمور اللي احنا نتكلم عنها. يتزوج الزوج وهو لا يعرف حقوق زوجته، زين؟ لو تسكتون ما الهذرة اللي برا، زين؟ يتزوج وهو لا يعرف حقوق زوجته، وتتزوج الزوجة وهي لا تعرف حقوق زوجها، فقد يختلفون على شيء، قد تطالب المرأة بشيء وهي لا يحق لها، زين، وقد يطالب الزوج بشيء لا يحق له. يقول مثلا زوجتي ما تطبخ، مثلا يوم من الأيام يجي من العمل يشوف زوجته ما عدت له الطعام، فتكبر هذه القضية، زين، تكبر 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 إلى أن إما تصير حجر في زاوية الطلاق، يعني إحدى المشاكل اللي تتراكم عليها ويصير طلاق، أو تصير هي القضية، بينما هذا ما يدري أنه هي مو واجب عليها، زين، شوف لا تستعجل في الكلام، لا تستعجل، واحدة واحدة، هي مو واجب عليها تطبخ، هي إنما تتفضل تحسن، بس أنت أيها المرأة كذلك الزوج أكو كثير من الأشياء مو واجب يسويها، زين، مو واجب إنه يوديك يسفرك مثلا من منطقة إلى منطقة أو خارج البلد. اللي واجب عليه هو السكن والنفقة، زين، هذا القدر الواجب الحد الأدنى، أما ما زاد على هذا فهو فضل منه. إذن لما احنا نرجع الأمور إلى نصابها، حتى لو كان المجتمع ما يتقبل هاي الدقة، واحنا لازم عند الخلاف نرجع إلى القضايا الشرعية والحدود الشرعية بدقتها. المرأة تلتزم بطاعة زوجها باعتبار رضيت به وسألت عنه ورضيت أخلاقه. ملازم احنا هذه ما قلتها مهمة، زين، انا البارحة قلت شغلة قضية مهمة، انه لازم يقعد وياها ويتأكد من انها توافقه،
وهي تقعد معاه وتاخذ حقها ومجالها وتتأكد أنها توافقه. زين، شنو مطلوب من الرجل أنه يسأل، وشنو مطلوب من المرأة أن تسأل؟ هذه قضية مهمة. زين، لازم عنده ورقة وقلم ويعين الأولويات. عنده صفات، اسمعني زين، اسمع، عنده صفات واجبة يجب توفرها، أولها الدين والخلق وهي كذلك، وبعد صفات ثانية هي تخليها على ورقة، هذه ما تتنازل عنها. زين، أولها الدين والخلق. الخلق مو يعني يقول السلام عليكم السلام يعرف يجاوبك، لا 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 لا، الخلق ترى مو مسألة سهلة، يعني هذه تحتاج، إذا مو عشرة يحتاج شيء من عشرة حتى تعرفه. مثلا إذا كان الزوج، وأنا أدري ما أقول لأن أنا تجيني قضايا وأعرف محل الخلاف، إذا كان الزوج بخيل مثلا، تدري شو يصير بالأسرة؟ تتحطم تحطيم. المرأة إذا صارت بخيلة، هذه خوش مرأة زينة، هذه إذا كانت بخيلة أصلا من الصفات الممدوحة بالمرأة أنها تصير بخيلة، وإذا تصير كريمة توزع أغراضك وتروح أنت بعد خلاص. لكن الرجل مطلوب منه أن يكون كريم، فإذا ما كان عنده الكرم يستحيل البيت إلى جحيم. زين، أنا شلون أعرف هذا اللي جايني كريم أو لا؟ كون أعرف، عندي لغة عقل، لغة روح، لغة قلب، لازم أنا أدخله مثل ما نقول سونار، نعرفه، مو بعدين نكتشف هالأشياء. زين، عندي صفات واجبة وعندي صفات كمالية، ممكن أن أتنازل، أتكلم عن الطرفين، ممكن أن أتنازل عن شيء منها، وعندي صفات محرمة. زين، منها أولوياتي قلت لك دينية أخلاقية، كل واحد وأخلاق، يعني كل واحد وشروطه وحسب المعقول، يعني مو تدور مثلا ملاك بين البشر، ما في إنسان كامل، كل إنسان. لهذا أركز على القضايا المهمة. زين، المرأة يجب أن تكون طيعة للرجل، الذليلة عند زوجها، قلت لك البارحة، يعني طيعة، ذليلة طيعة، مطيعة، تسلم القياد للقائد وهو الزوج اللي يقود زمام الأسرة. إلى أي حد تطيع الرجل؟ اسمح الرواية اللي يروونها أهل البيت عليهم السلام، واحدة من نساء المدينة زوجها سافر وقال لها أنت ما تطلعين من البيت أبدا إلى أن أرجع. زين، صار عندها حدث أن أبوها تمرض، هو أول خو ما في موبايلات يعني حتى مثلا ترسله، لازم يرجع، وأبوها تمرض، فوين راحت؟ وين أرسلت؟ أرسلت إلى رسول الله، رسول، قالت له أنا أبي تمرض وزوجي قايل لي ما أطلع من البيت إلى أن أرجع وهو مسافر. قال لها رسول الله أبقي بالبيت وطيعي الزوج، طيعي زوجك. بعد كم يوم، أنا أدري قاعد أتكلم كلام يعني البعض يستغرب منه، بس احنا كون نرجع الأمور إلى قواعدها. زين، رضينا ما رضينا، هذا الدين. بعد كم يوم ثقل أبوها، يعني زاد مرضه، فدزول لها ترى أبوك ثقل، فأرسلت إلى رسول الله، قال لها أبقي في بيتك وطيعي زوجك. أرسلوا لها رسالة، مات أبوك، يلا تعالي صلي عليه. أرسلت إلى رسول الله فقال لها أطيعي زوجك وابقي في المنزل في بيتك. زين، بعض من كان سأل النبي قال إن الله غفر لأبيها بطاعتها لزوجها. زين، بعد شوية أرفع صوتك بالصلاة على النبي. زين، الأمر الأول، الركن الأول هو معرفة الحقوق.
الركن الثاني هو التخطيط، التخطيط بين الطرفين. لابد الحياة الزوجية تكون منظمة، شنو علي شنو عليها، زين؟ حتى تربية الأولاد مثلا، هي عليها البنات، الزوج عليها الأولاد باعتبار الخصوصيات يعني، وإلا كلها المكلف فيها الأب، تحت قيادة الأب، قيمومة الأب، زين؟ زين، أكو قضية مهمة جدا وأيضا لازم نرجحها إلى القواعد، أنه الاتفاق اللي صار بين الزهراء وأمير المؤمنين عليهم السلام ما هو؟ الاتفاق اللي صار بين الزهراء وأمير المؤمنين، الزهراء قالت له أنا أكفيك ما داخل الدار، داخل ورا الباب علي. أمير المؤمنين قال لها أنا أكفيك ما خلف الباب. ويقول الإمام الباقر عليه السلام تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله. ليش تقاضى؟ وماكو خلاف، ما يصير خلاف، معصومين، ولكن حتى يوصل لنا هذا المقياس، الحد، نقيس أمورنا عليه. تقاضى علي وفاطمة إلى رسول الله فقضى لفاطمة أعمال ما في الدار خلف الباب، وقضى لعلي أمير المؤمنين عليه السلام أعمال ما خلف الباب. فكانت الزهراء عليها السلام تصنع الطعام، تقم البيت يعني تكنس، وتصنع العجين والخبز، وتطحن الرحى، التفت لي جيدا، وكان علي خارج البيت يأتي بالطعام. شلون حياة جميلة يعني، يأتي بالطعام، زين، ويأتي بالحطب، وكان ربما أمير المؤمنين عليه السلام يكنس. أولا علي يحبها فيساعدها، حب مودة. الأمر الثاني، لابد أمير المؤمنين يجرب عناء العمل في البيت حتى يشعر بما تبذل فاطمة، هذا ضروري جدا. مو يدخل الزوج يقول لها أنت شو مسوية، كلها قاعدة وكذا، وما وهي تقول له أنت شو مسوي، زين، واحد يبخس حق الثاني، خصوصا في موارد الخلاف أو موارد الحساسية، مو صحيح هذا. إذن التنظيم، التنظيم، ترى يعني ألفت نظركم إلى نقطة مهمة جدا. أنا عندي كثير نقاط، والليلة ختام المجلس بعد ما عندي مجال. الشرط بالعقد قبل الزواج أحد موارد تخطيط الحياة الزوجية، أنه هو يشرط عليها، الشرط مو عيب، لا، أنا أشرط عليها شيء أساسي عندي، وهي تشرط علي شروط، تشرط شروط أساسية، لأن الشرط معناته يساعد على التخطيط للحياة. الثالث ما هو؟ الركن الثالث، زين، الاهتمام بالقضايا الكبيرة والتغافل. ترى هاي القضية مهمة 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 جدا، خلي تحتها 20 خط، أن الإنسان يهتم بالقضايا الكبيرة فينبه عليها، ويتغاضى، يتغافل عن القضايا البسيطة، اللي دائما يركز يسوي معركة على استكان الشاي، كلامه مو مسموع ترى بالقضايا الكبيرة، ركز على الأشياء الكبيرة. يقول علي أمير المؤمنين من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم، يتغافل. ويقول الإمام الصادق من آل محمد في التعايش والتعاشر، جعل الله في التعايش والتعاشر ملء مكيال، يعني احنا نسمي المكيال، تعرفون المكيال، تشيلة يعني، زين، ملء مكيال. هذا المكيال اللي هو يقود حياتك شنو فيه، يقول ثلثاه فطنة، ذكاء وتدبير وعقل وكذا، ويا صديقك ويا زوجتك ويا شريكك
ويا مديرك بالعمل ويا كل أحد، هذا قانون للحياة، ثلثاه فطنة وثلث تغافل. زين، التغافل كأن ما مسويها، كأن الزوجة ما سوتها، كأن الزوج مو مرة واحدة لما يصير الخلاف تطلع هذه أنت سويت كذا وسويت كذا، هذا مو تغافل. التغافل أنه العداد ما يحسب. زين، حتى تصير الحياة حياة يرضاها الله ورسوله على نهج محمد وآل محمد. شوفوا هذا الزواج، زواج النبي، زواج أمير المؤمنين بفاطمة عليها السلام، زواج مبارك تحدث فيه الصحابة، يعني زين الأخيار تكلم عنه الصحابة الأخيار، منهم سلمان، مقداد، عمار، أبو ذر، كان يوم مشهود. زين، كان يوم مشهود، وكان أمير المؤمنين يرى الزهراء أكبر من أن يخطبها، مع أن ما في كفو غير أمير المؤمنين لها، ويدفعون الصحابة يقولوا له روح ليخطبها غيرك. فيأتي أمير المؤمنين ويجلس عند رسول الله، النبي يقول له ها يا علي جاي زايرني خير، ألك حاجة؟ يقول له يستحي، يقول له النظر إلى وجهك. إلى اليوم الثالث قال له النظر إلى وجهك، نزل جبرائيل عليه السلام قال له لا تبرح يا علي. لحظة نشوف جبرائيل بماذا جاء. وإذا بجبرائيل جاء برسالة من الرب الجليل يقول له يا محمد زوج النور من النور. قال من بمن؟ قال علي من فاطمة. يلا بسرعة بسرعة، أسرع النبي، هذا المشروع اللي هو ينتظره، زوج النور من النور، هذا المشروع اللي ينتظره. يا علي ايش عندك أنت تقدم مهر؟ قال يا رسول الله ما أملك شيء بأبي هو وأمي، ما عندي شيء، عندي سيفي وعندي درعي. خليك وياي خليك وياي، دقق، عندي سيفي وعندي درعي وعندي فرسي. قال سيفك ما ينباع، سيف علي إذا ينباع يروحون كلهم ما يظل أحد، سيفك ما ينباع، فرسك نحتاجه، درعك ما تحتاج بيعه. وثم مشى رسول الله، شلون منظر جميل، مشى معهم إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام، إلى داره ومعه فاطمة على البغلة الشهباء، وبنو هاشم شاهرين السيوف مستعرضين، ومعهم النبي وأمهات المؤمنين بعضهن يرجزن، فاطمة خير نساء البشر ومن لها وجه كوجه القمر، زوجها الله غلاما فاضلا أعني عليا خير من في الحضر. يزفونهم إلى أن دخل رسول الله، صار بس هو النبي وفاطمة وعلي أمير المؤمنين، وضع كف فاطمة في كف علي وقال له يا علي هذه وديعتي ووديعة الله ووديعتي عندك. هذا يوم ويوم أمير المؤمنين مدد فاطمة على المغتسل، مدد فاطمة على المغتسل في جنح الليل كما أوصت، أخرجني ليلا إذا نامت العيون هدأت الأصوات، خلاها على المغتسل في جنح الليل البهيم، بس هو أمير المؤمنين وحده وأسماء تصب الماء. يقول علي علي من راد يغسلها، عليه ترادفت الهموم، معصومة ولا يمكن يغسلها سوى المعصوم، مد على الجسد ايده ولن يشوف به وروم، صبر وابقى يغسلها ولن بالضلع مكسور، رمى القنديل من يده انحاز جانبا، تقول له اسمى يا امير المؤمنين. سؤال،
تأمروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة؟ قال: يا أسماء، رأيت الصبر على فاطمة عزيز، يعني صعب، لما مددت يدي لتغسيلها وإذا بضلع من أضلاعها مكسور. يا قلب يا قلب ذوبوا هل يا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي يا دمعي على الماتة تصرخ يا ضلعي يا ضلعي. أهل المدينة بعد أن قضت فاطمة، اسمع هالمصيبة، بعد أن قضت فاطمة نحبها ودفنها أمير المؤمنين عليه السلام، اجوا لأمير المؤمنين عليه السلام يقولوا له: يا أبا الحسن، شيء عجيب نشوف. شنو هالعجب؟ قالوا له: بعد ما قضت فاطمة احنا نصف الليل نسمع أنين فاطمة، يعني غاب الأنين ورجع أنين فاطمة، عجيب. متى؟ قالوا له: بالليل، بالليل قبل السحر. قام أمير المؤمنين عليه السلام ينظر من صاحب هذا الأنين في جنح الليل، راح وإذا الأنين، وين الأنين؟ في موضع العصر عند الباب الذي سقطت عنده الزهرة. تقدم مولانا لينظر من صاحب الأنين، وإذا بها زينب. لفت زينب، لفت زينب، ضمها إلى صدره، لفت زينب تناشد عن الزهرة. لفت زينب تناشد عن الزهرة. تقل لي: يا ابويا يا ابويا القبر، قل لي وين حفره يا ابويا، امنا خلفت بالقلب حسره. دليني دليني يا ابويا على القبر وين يا ابويا، المحسن المحسن آه من عصره والزهرة، المحسن آه من عصره والزهرة، ترى ضلع انكسر من شدة العصرة. بس ضلع، بس ضلع المحسن؟ لا، والحسين، والحسين انهشم بالخيل صدره. يا 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 أيوا حسيناه. يقول الإمام الحجة، يضيف بيت على أبيات سيد حيدر، ها هذه القصيدة العظيمة، يقول: لو حمل أمك قدما أسقطوا حنقا. هاي أبي البيت هذا منسوب للإمام: وحمل أمك قدما أسقطوا حنقا، وطفل جدك في سهم الردى فطموا. يعني يا صاحب الزمان عندك مصيبتين: مصيبة المحسن ومصيبة الطفل الرضيع، اللي يقول عنها الإمام الصادق عليه السلام، يقول: قتيل قتيل يرق له من يرى رضيعه عند رجليه. لهذا الحج عليه السلام لما يظهر يأتي إلى قبر الحسين عليه السلام، يقف على جانب القبر ينادي: السلام عليك يا جداه يا أبا عبد الله. يأتيه النداء: وعليك السلام ولدي، لماذا أبطأت عني؟ فيمد يده الإمام صاحب الأمر، يخرج رضيع الحسين يعرضه على العالم. يقص ذاك الوقت على العالم قصة رضيع الحسين عليه السلام، يقول: يا أهل العالم، ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل عطشا؟ يا ناس، يلا هذا بيت الختام، أريدك وياي وين ما قاعد. يا ناس، حتى الطفل مذبوح
على زند حسين مسفوح، ياه اللي يساعدني ويجي نوح. قلبي على فرقاه مجروح، وما بلغ الفطام لكم رضيع، وطفل السبط يفطم بالسهام. يا الله،